الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري. أحبتنا الكرام، مشاهدي ومستمعي قناة طيبة الفضائية وإذاعتها، أحييكم بتحية الإسلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حق التلاوة. يتجدد اللقاء بنا وإياكم أحبتنا على مائدة القرآن، نتلوه ونتدارسه ونقف عند أحكام التلاوة والمعاني فيه، نستظل بظلاله الوارفة ونستقي من معينه الذي لا ينضب. آيات هذه الحلقة أحبتنا الكرام هي فاتحة سورة الفتح، فاتحة سورة الفتح من الآية الأولى إلى الآية التاسعة، ونجد هذه الآيات في صفحة 511، صفحة 511. إذا نبدأ بحول الله وقوته بتلاوة هذه الآيات المباركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام، آيات الحلقة. كما يسعدنا أحبتنا الكرام أن تشاركون الحلقة، أن نستمع إلى قراءاتكم وأن تعرضوا تلاواتكم عبر رقم التواصل 0183 43 87 99. مضى معنا الحديث أحبتنا الكرام في ما زلنا في أواخر سورة الشورى، معاني هذه الآيات.
ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فضلا ومنة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فقلنا تقديم الإناث هنا على الذكور قلنا لأمور، منها لكثرتهن ولتكثير النسل بهن، أو لتطيب قلوب آبائهن، إذ في التقديم لهن شرف أو تشريف لهم بذكر الله عز وجل وتقديمه، وإيناس بهن، لذلك جعلهن الله عز وجل من مواهب الله عز وجل، جعلهن من مواهبه سبحانه وتعالى. أو قلنا أن ذلك التقديم لرعاية لرعاية الترتيب الواقع أولا في الهبة بنوع الإنسان، فإن الله عز وجل أول ما وهب لآدم عليه السلام وهب له حواء، أول ما وهب الله عز وجل لآدم وهب له زوجه حواء عليها السلام بأن خلقها منه من ضلعه. أو قال بعضهم يجوز أنهن قدمن، يعني تقديم الإناث على الذكور قيل من باب التوبيخ لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كان من دأبهم أو بعض القبائل أو أغلبها أنهم كانوا يئدون الإناث، فإنكارا من الله عز وجل يعني لفعلهم، وأيضا إيماء لضعفهن حتى يرحمن فيحسن إليهن، لذلك قدم الله عز وجل ذلك. وبعضهم قال ليزداد فرحا بالبنات مخالفة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. لذلك في بعض الأثر: من بركة المرأة تبكيرها بالبنات. ثم يعني شاهد هذا الأثر قوله سبحانه وتعالى أو تقديم الله عز وجل لهن: يهب لمن يشاء إناثا، فبدأ بالإناث. ويهب لمن يشاء الذكور، يهب لمن يشاء الذكور أي ذكورا خلص، أي ذكورا خالصين من غير شائبة إناث. وهذا كان يعني لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام قد وهبه الله عز وجل ذكورا من دون إناث، من غير أن يكون في ذلك مدخل لأحد أو اعتراض، فإبراهيم عليه السلام كان له الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يقرن الله عز وجل الإناث والذكور سواء في البطن الواحد أو في تعدد الولادات، يقرن الله سبحانه وتعالى الإناث والذكور. وقد كان حال حواء عليه السلام كذلك، يعني كان في كل بطن تلد حواء مقترنا بذكر وأنثى، بذكر وأنثى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فيصير أولاده ذكرانا وإناثا، فهذا كله من هبة الله عز وجل جميعا، وهذه الهبة لمن يشاء سبحانه وتعالى، من شاء أن يعطيه ذكورا وإناثا، ومن شاء أن يعطيه إناثا دون الذكور، ومن شاء أن يعطيه الذكور دون الإناث. وهذا التزويج بين الذكور والإناث هو الذي يعني حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد رزقه من البنين من الأولاد الذكور يعني ثلاثة، هذا على الصحيح: القاسم
وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء الثلاثة البنين أو الذكور من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من الإناث فقد رزق أربع صلى الله عليه وسلم: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن أجمعين. وبعضهم ذكر التزويج بأن المخالفة، يعني مرة يكون ذكور ومرة يكون إناث على هذا الترتيب. طيب، نسعد أحبتنا باستقبال أول المشاركات، فأهلا ومرحبا. السلام عليكم. حياك الله أخو التماضر، تفضلي. نعم، بارك الله فيك. حياك الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب، لعل في مشكلة في التواصل مع الأخ التماضر، جزاك الله خيرا على هذه المشاركة، وإن شاء الله تحاولي مشاركة مرة أخرى إذا تيسر. طيب، قلنا أن هذه الهبة من الله سبحانه وتعالى. قلنا بعضهم قال أن التزويج هذا يكون بالمخالفة، إما يعني مرة تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية، ثم تلد غلاما ثم تلد جارية. وبعضهم ذكر أن هذا التزويج معناه التوأم، يعني أن ترزق المرأة توأما غلاما وجارية، يعني يكون في بطن واحد يكون اثنين غلام وجارية. ثم قال سبحانه وتعالى: ويجعل من يشاء عقيما. وأخر الله عز وجل ذلك يعني لكراهية النفس، كراهية الناس له، أن الناس يكرهون هذا الأخير. ويجعل من يشاء عقيما، وهذه من طبيعة البشر وطبيعة يعني الخلق عموما الذين يتوالدون ويتكاثرون ويتناسلون، فلا يولد له لا ذكر ولا أنثى. وهنا العبارة ويجعل من هنا، يعني العبارة هنا عن الرجل والمرأة، فلا يلد ولا تلد، يعني لربما يكون الرجل يعني له مشكلة أو كذا فلا ينجب، قد تكون المرأة كذلك عقيم. فالعقيم لفظ يطلق على الذي لا يولد له، فيقال رجل عقيم أي لا يولد له، وامرأة عقيم كذلك، رجل عقيم وامرأة عقيم أي لا تلد. وقد قدر الله عز وجل ذلك أيضا في بعض الأنبياء أنهم لم يولد له، كيحيى عليه السلام. وأما عيسى عليه السلام فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لم يتزوج ولم ينجب، ولكن بعض الروايات ذكرت أنه سينزل في آخر الزمان ويتزوج ويكون له أولاد في آخر الزمان. أما يحيى فقيل أنه تزوج ولكن لم يقرب، لأنه كان حصورا كما أخبر الله عز وجل. وبعضهم لم يكن له أولاد، وإن حصل له قربان النساء. والحاصل أن ذلك كله يجري على الخلق ويجري على البشر، وليس في ذلك يعني تفاضل بين بر أو فاجر، بين مؤمن أو كافر، فكل ذلك هبة الله عز وجل يعطيها لمن يشاء.
وهذه من أمور الدنيا، يعطيها البر أو يعطيها الفاجر، لكن الإنسان يتطلع إلى الذرية لأن هذا فيه بقاء لنسله وبقاء لذكره، ويعني فيه إجراء لأجره كذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث أو ثلث الثلاث ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فيعني صلاح الذرية أهم من الذرية، كما يعني وإن كان التوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فإذن الآية معناه أن الله عز وجل يخلق ما يشاء، فيرزق من يشاء بناتا ويرزق من يشاء البنين، ويعطي من يشاء الزوجين الذكر والأنثى، ويجعل من يشاء عقيما أي لا نسل له، وكل ذلك فيه كمال قدرته سبحانه وتعالى كما قلنا، وأن الملك ملكه من غير منازع ولا مشارك. وهذه أيضا فيها أن صفة الإعطاء، إعطاء الولد وإعطاء الذرية، هو من الله سبحانه وتعالى وحده، أي لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى بقدره. نعم هناك أسباب، قد يطلب الإنسان الأسباب ويطرق هذه الأبواب، لكن يعني كانت هناك بعض الأمراض أو بعض الموانع أو غير ذلك، كما كان لحال زكريا عليه السلام، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى، ثم قال الله عز وجل ثم وأصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى، فكل هذا مما يعني من أقدار الله سبحانه وتعالى. لذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله إنه عليم قدير، إنه عليم قدير، يعني من كمال علم الله عز وجل أنه يعلم من يستحق هذه النعم، وكل أو كل نوع من هذه النعم، يعني من يستحق الأولاد ومن الذكور ومن يستحق الإناث، وقدير سبحانه وتعالى، يعني لا معقب لأمره ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، فيخلق ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى بكمال حكمته وقدرته. وليس للإنسان في ذلك خيرة، لذلك قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أو أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس هناك اختيار لهذا الأمر. لذلك يعني امرأة عمران يعني قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبله مني إنك أنت السميع العليم، فكانت ترجو أن يكون ما في بطنها ذكرا، لأن هذه المهمة هي التي يصلح لها، مهمة الخدمة والقوام على بيت الله سبحانه وتعالى ورعاية شؤونه وكذا، يعني الذكر أجلد لهذا الأمر، لكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون ما في بطنها أنثى، لذلك قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لكن مع ذلك قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أي مريم عليها السلام. وأصل الخليقة من هذا، إما ذكر وأنثى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب نستقبل مشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت وفاق، تفضلي بارك الله فيك. أكرمكم الله. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر فتنه عنا تغفر له من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وتهديك صراطا مستقيما
هو الذي سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تحتها الأنهار خالدين فيها ونكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظنين بالله ظن السوء عليهم دائر وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتكبروه بكرة وأصيلا. بارك الله فيك، شكر الله لك يا أختي وفاق، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب إذن ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني هذه أقسام الوحي، يعني الوحي من الله عز وجل يتم بهذه الطرق أو بإحدى هذه أو الطرق، أو يجمع الله عز وجل للعبد بين هذه الطرق. طيب نستمع إلى مشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مصطفى، تفضلي بارك الله فيك. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا لترسل الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وطاع الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله تعذبوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا مصطفى، كرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا. ننتبه دائما إلى تمكين الحركات كما قلنا أحبتنا الكرام، دائما الفعل إذا كان مبدوءا بالضم انتبه له، ويتم نعمته. أيضا في قوله تعالى ليدخل هنا الكسر بعده الضم، أيضا انتبه له. أيضا في قوله لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه. طيب معنا مشاركة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت رجاء، تفضلي بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا صالح آمين. الأعمال. الله يكرمك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخت رجاء، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. أحبتنا الكرام، لعلنا نخرج إلى فاصل قصير ثم نرجع إليكم بعد ذلك، فابقوا معنا بارك الله فيكم. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه، أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام مرة أخرى، نواصل حلقة التلاوة، لعلنا نستقبل مباشرة مشاركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلي. الله يبارك فيك، تفضلي. من قباء. من قباء معك. نعم حياك الله، الله يكرمك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله، الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم وبعثهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم قباء، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب إذن الوحي من الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده لا يكون إلا بإحدى هذه الثلاث كما أخبر الله عز وجل، أي ما ينصح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله عز وجل بوجه من الوجوه إلا بإحدى هذه الوجوه الثلاث. قال إلا وحيا، هذا استثناء من الأعم، عم الأحوال، و هو ما يلقيه الله سبحانه وتعالى وينفثه في روع العبد وقلبه. طيب معنا مشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم حياك الله أم حسن، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم
الرحمن الرحيم نافذ على بغد مبينا تغفر لكم ضعف ما تقدم من جنبك ما تأخر ويتم نعمته ويتم 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 نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله في أحسن وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب السكينة والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا اكسر الله ليزدادوا إيمانا مع الإيمان ولله الثمرات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليفصل المؤمنين والمؤمنات ثاني بس وكان الله عليما حكيما نعم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وسأل ذلك إن الله فضلا عظيما يعذب المنافقات والمشركين بدون واو الظانين بالله ظن السوء دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لنؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وأصيلا. نعم بارك الله فيك شكر الله لك يا حسن أكرمك الله على هذه المشاركة جزاك الله خيرا. إذن هذا هو القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الوحي أو من كلام الله عز وجل لعباده أن يكون وحيا أي إلقاء من الله سبحانه وتعالى في روع وقلب العبد كما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وكذلك إلى إبراهيم وعندما أوحى الله عز وجل إلى ذبح ابنه كما جاء في بعض الحديث. طيب معنا مشاركة أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضلي يا أم نفيسة. أم نفيسة تفضلي. نعم الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين
هو الذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وليكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء نعم معنا يا أم نفيسة طيب يبدو الاتصال انقطع مع أختنا أم نفيسة نشكر لها هذه المشاركة جزاك الله خيرا على هذه المشاركة طيب إذا كانت هناك أيضا مشاركة طيب طيب إذن هذا هو معنا مشاركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخت خالدة تفضلي نعم خفيرا مبارك الله فيكم الله يكريم جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ازدادوا إيمانا مع إيمانهم فلله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فالمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم نعم أحسنتي بارك الله فيك شكر الله لك يا
أخت خالدة، أكرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. طيب أحبتنا الكرام، لعلنا ننتقل إلى آيات الحلقة القادمة، فنقرأ في صفحة 512. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام، آيات الحلقة القادمة بحول الله وقوته. نذكر بعض أحكام التلاوة في آيات الحلقة. ليغفر لك الله، يعني هنا تقديم التخصيص، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته، هنا بالنص ويتم، هناك في يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، هنا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أيضا في قوله ليزدادوا إيمانا، هنا انتبه أيضا إلى المد المنفصل، مع تمكين فتحة العين، مع إيمانهم يعني فتحة بعدها كسرة، مع إيمانهم، ما نقول مع إيمانهم، نحذر من السكون أو اختلاس الحركة. ولله جنود، ضمتين، جنود السمد أو ثلاث ضمات، الجيم والنون والواو ثم الدال أيضا مضمومة. ليدخل، هنا أيضا الكسرة بعدها ضمة، المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر بالنصب، ويكفر عنهم سيئاتهم، تشديد الياء، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين، هنا المد اللازم الكلمي المثقل، الظانين بالله ظن السوء، السوء هذه الواو فيها واو لينة، يعني يجوز لنا
يعني القصر والتوسط والإشباع كذلك في حال لأننا واقفين عليها على حال الوقف يعني. أما إذا وصلناها فالمد فيها بالطبيعي السوء عليه. دائرة السوء دائرة هنا المد الواجب المتصل دائرة السوء أيضا مثل الأول، إلا أن الثاني هذا الموضع الثاني وقع فيه الخلاف بين القراء، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم السين السوء دائرة السوء، وإذا ضممنا السين فإن هذه الواو تصبح واو مدية، واو مدية يعني تصبح من باب الواجب المتصل الواجب المتصل. أما بقية القراء فإنهم يفتحون السين فتكون هذه الواو واو لينة، يجوز عند الوقف ثلاثة المد، وإذا وصلناها يكون القصر أو المد الطبيعي. أيضا ولله جنود السماوات والأرض. هذا ما تيسر أحبتنا الكرام من بيان بعض أحكام التلاوة في هذه السورة سورة الفتح، وقد كان ذلك الفتح العظيم في ابتدائه بصلح الحديبية، وكان فتح مكة في مثل هذا اليوم العاشر من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يكون فتحا على المسلمين في كل زمان ومكان. بهذا أحبتنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين. شكرنا موصول للذين ساهموا في هذه الحلقة فأسمعونا قراءاتهم وتلاواتهم، والذين حاولوا المشاركة والذين تابعوا الحلقة ويتابعون إعادتها إخوانكم الذين هيئوا هذا اللقاء فوصلونا وربطونا بكم، والرعاة للبرنامج نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك كله في ميزان الحسنات وأن يرفع به الدرجات وأن يحط به الخطيئات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحب للقرآن رائدنا وما نلنا الأمان البيض لولاه، أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه.